اروح بيها فين دلوقتي؟ ده النهار جرب يروح والليل داخل. موجت هتنزل بيها كفر الشيخ عند خالتها الحاجة فرحة، اهم الاتنين روحهم في بعض. واحترام بنت خالتها عندها ولد من سن نعمة كده. ماني عارف اصلي شفتك كشرت اول ما سمعت اسم فرحة. واني حكشر ليه؟ ما الخلوات ده برضك زي ما بيقول. نفسي يا حاج نفسي تنسى اللي كان بينكم زمان. انت بتقول ايه؟ اني ما كانش في بيني وبين اختك حاجه، المشكله كلها كانت مع جوزها عبد العال الله يرحمه. الله يرحمه، اهو راح وراحت المشاكل وما بقاش الا المعروف بينا وبينهم. وهو كذلك، احنا حننزل احنا الثلاثه نزور سيدي طلحه، وبالمره نعمل الواجب مع الحجه فرحه، وتبقي انت تحكي لها عن موضوع خضره، وتقعدوا يومين ثلاثه لغايه انت وخضره لغايه هسه الفرح دي ما تنتهي. وانا حستنى هذه الفرصه واطل على ولد عمي في الحمر. عندي عم شهاب، عم شهاب، بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي شهاب قاعد بمؤاخذه يا سيدي، النوم غلبني واديني قاعد اديلي ساعتين. طب قاعد برا الشقه ليه؟ ما خبطتش على حسن ليه؟ هو سيدي حسن جوه عجايب، داني كفوفي جاب الدم من كتر ما خبط. سلامتك عم شهاب، معلش اصل حسن نومه تقيل قوي ومطرحه متطوح في الجهه الثانيه. تعال تعال يا عم شهاب. ده احنا جربنا على المغرب. اخصى عليك يا عم شهاب، بقى انت هنا بقالك ساعتين يا راجل ومش قادر تخبط عليا تصحيني. يا راجل ده الراجل ايديه وربت من كتر الخبط على الباب، واعجب حاجه بقى انك ما تصحاش على خبطه وتصحى على صوت المفتاح في الباب. اي والله يا شيخ حسن ده انت نكتي. اقعد اقعد يا عم شهاب وقول لنا ايه اللي نزلك كفر الشيخ فجأة كده. بس الاول فين الزواده؟ زواده؟ زواده ايه يا راجل حرام عليك، ده احنا الاكل اللي جانا اول امبارح من البلد لسه زي ما هو. انت تسكت خالص يا تخش تنام تاني. اني كنت موصي على فطير مشلتت وده قارين بط متزغطين عشان العزومه اللي عاملها لاصحابي يوم الخميس. ما تصحى. معلش بقى يا سيدي شاهد، لازم تأجل العزومه دي لوقت تاني. اللي بتقوله يا غفير النحس انت ده، وش دخلك انت في حكايه زي دي؟ الله يسامحك، اني بقول اللي امرني بيه سيد العمدي. ما هو كان هنا الظهريه وهو في طريقه للمحروس، جه لحد هنا ولما لقى الباب مكفول ومحدش بيرد قال لي تفضل لابت جنب الباب يا غفير لحد الاتنين ما يرجعوا وتبلغهم ان فرح يوم الخميس ولازم يبقوا حاضرين من اول النهار. واديني بلغت، الحق اروح بقى قبل الليل. سلام عليكم. استنى يا عم شهاب، بقول لك يعني الليله دي من الجمعه قريبه وانت اكيد معك الكاريته تحت، فاني ممكن اجي معاك. وهتسيبني لوحدي برضك يا شيخ حسن؟ لو انت بتخاف يا شاهر غريبه، ده انت تخوف قرده عفاريت بحالها. بعدين ما تيجي معانا يا اخي. لا اسبقوني انتوا واني هحصلكم. محدش فاهم شاهر اخويا ده جدي. في كفر الشيخ كان كل همه يعمل عمده بعيد عن ضل اخوه العمده فتح الله، وفي نفس الوقت يتحمى فيه حاجه كده زي الفزوره. وكان دايما فاتح البيت لاصحابه اللي هما من ولاد اعيان البلد، وكان في الحقيقه بيصرف عليهم بهبل. مبسوط قوي عشان ايه؟ ما بيقولولوش الا يا شاهر بيه. ساعات كتير كان لساني بياكلني وابقى عايز اقول لاخويا العمده، وبعدين ارجع اقول تاني سيب اخوك العمده في حاله، كفايه عليه مشاكل البلد. ما كنتش اعرف ان المشاكل فيها برضه مشاكل زي العسل.